كذلك أبقى في باريس حيث السيد نزار جليدي الباحث السياسي ينضم إلي هاتفيا. أهلا بك سيد نزار وكل التحية. يعني ربما كان الحديث مع السيدة جيري عن الناخب الفرنسي أنه لم يصبح مقتنعا بأي من الكتل السياسية اقتناعا حقيقيا، ولذلك تباين التصويت في الجولة الأولى عن الجولة الثانية. لكن ربما الآن الأزمة يعني أفدح وأكبر، لأنه ليس هناك طريق ممهد لاختيار وجوه مقبولة ووجوه تستطيع أن تحدث تغييرا. كيف توصف الموقف سيد جليدي؟ إذا ما اخترنا من العناوين لما يحدث في فرنسا الآن، فإنها في زمن التوازن المشلول. الفرنسيون لم يعد لهم من قناعات أن يعطوا سكوك على بياض لأي جهة سياسية، باعتبار أنهم اختاروا ذات يوم أن يمنحوا لماكرون كل الصلاحيات في عهدته الأولى، ولكن الرجل أصبح موحشا جدا في الإمبريالية، الموحشة جدا في نظام يعتمد بالأساس على الدولة التضامنية الاجتماعية. ما وقع في فرنسا اليوم أن فرنسا تعيش بإحداثيات الجمهورية الرابعة وليس الجمهورية الخامسة، وهي تستعد بأن تذهب إلى الجمهورية السادسة. الذي سيقع تماما الآن والذي وقع الآن منذ دقائق أن هذه الحكومة أصبحت حكومة تصريف أعمال، وفي انتظار تحديد مجلس النواب وهذه الكتلة التي باتت الآن تتشتت رغم أنها نجحت بشكل أو بآخر في صد اليمين المتطرف. نعم، البعض يعتقد بأن ما هو قادم أن اليمين المتطرف سيكون له مكان، وهذا ليس صحيح. الذي سيكون في فرنسا هو 3 سنوات من تسونامي سياسي. 3 سنوات ستخرج فيها فرنسا إلى الجمهورية السادسة وتغيير إحداثيات اللعبة، لأن الجمهورية الرابعة كانت تعتمد على النظام البرلماني، الخامسة على النظام الرئاسي. نحن اليوم نعود إلى إحداثيات الجمهورية الرابعة، ولكن هناك رغبة في تحديد مسارات في فرنسا. هناك رغبة أولا على المستوى الداخلي، فرنسا لابد أن تعود لها الأحزاب القوية سواء كانت يسارية أو اليمين المتوسط. اليمين المتطرف خطابه لا يخاطب العقل الفرنسي. كان النجاح في الدور الأول هو من باب الانتخاب العقابي لماكرون، ولكن عندما كانت هناك النداء إلى الجمهوريين، النداء إلى الجمهورية الفرنسية، فإن الفرنسيين في أيام العطلة قد حسموا أنفسهم وذهبوا إلى الانتخابات وعاقبوا ماكرون وعاقبوا اليمين المتطرف على حد السواء. إذن لماذا صوت الفرنسيون في الانتخابات الأوروبية لليمين المتطرف؟ لأنه يحمل قناعات الفرنسيين في الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يريد الحرب أوكرانيا، لأنه لا يريد الحرب في غزة، لأنه هذا اليمين المتطرف فكره أنه لا يريد أصلا الاتحاد الأوروبي. والفرنسيون ملوا من دفع الأموال من جيوبهم لصالح الاتحاد الأوروبي لصالح دول الاتحاد الأوروبي. في انتخابات الداخل وفي انتخابات البرلمان اختار الفرنسيون عقاب ماكرون في الدور الأول، إعطاء ربع فرصة لليمين المتطرف، ولكنه سقط خلال الحملة الانتخابية خلال أسبوع في نفس الجو في نفس الفلسفة، العداء للمهاجرين، العداء للمسلمين، العداء للكل. لذلك الفرنسيون اختاروا الآن أن لا يعطوا شك على بياض، أعطوا كتل متناثرة لا تستطيع أي كتلة أن تكون حكومة، مما سيدفع السياسيين والحالة السياسية في فرنسا إلى إعادة التفكير. ما هو منتظر؟ لن تكون هناك انتخابات رئاسية في 2027، ستكون انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، لأن لا يمكن لفرنسا أن تبقى بنفس هذا الوضع فترة طويلة جدا. ستظل ربما سنة وهي في تسونامي سياسي، ولكن لا يمكن أن تظل أكثر من سنة. لذلك أعتقد أن ماكرون في السنة القادمة في جوان المقبل سيذهب إلى حل البرلمان وللدعوة إلى انتخابات رئاسية، لأنه لا يستطيع أن يحكم طويلا دون بحكومة تصريف أعمال، ولا يستطيع أن يحكم دون كتلة وازنة في مجلس النواب. وهو دليل آخر مرة أخرى على أن الماكرونية قد انتهى زمنها، وأنه لابد من تغيير سياسي، ولابد من شخصيات سياسية جديدة فرنسا، ولابد من فكر سياسي جديد فرنسا، ولابد من توجهات فرنسا في العالم مختلفة، لأنها عاشت كثيرا في جلباب الأمريكان خلال عهدتي ماكرون. يعني حضرتك ترى أنه يعني الماكرونية ماكرون ذاته هو يعني من سبب المشكلة بسياسات منفتحة، وأنه ده يمكن يؤدي إلى تغيير في الجمهورية السادسة، العودة مرة أخرى إلى أنه البرلمان يكون هو المتحكم أكثر، أن تكون الكتل السياسية. لكنك رغم ذلك تتوقع أنه اليمين المتطرف لا يذهب إلى سدة الحكم، رغم أنه لا يمكن يحقق جزء من تطلعات الشعب الفرنسي.
لماذا لا؟ نعم أستاذ أستاذ، نحن قرأنا التاريخ السياسي الفرنسي وعشنا ربع قرن في فرنسا ونعرف هذا العقل الفرنسي كيف يفكر. نعم. اليمين المتطرف خلق فقط ليعارض، وخاصة أنه له لعنة اسم العائلة لوبان، كلما صرح بتصريح إلا وأجج الوضع ضده، وهو الآن قد انقسم مرة أخرى داخلين هذا اليمين. والطرف استظهر في الأيام المقبلة سيدي الكريم ارتجاجات كبيرة مثل الارتجاجات الآن في اليسار حول اختيار شخصية. اليمين المتطرف نفسه ستكون فيه ارتجاجات، والدليل على ذلك أن بعد الهزيمة مباشرة قال رئيس الحزب، يعني الفتى الذي كان يوعد نفسه بأنه سيكون رئيس حكومة، قال نعم لقد أخطأت اختيار عديد الأشخاص لأنهم موغلون في العنصرية. بما معناه أن فرنسا هذا العقل منذ سنوات طويلة لا يمكن الآن أن يتخلى على مبدأ الدولة التضامنية، الدولة الاجتماعية، والدولة التي وجب أن تقبل المهاجرين باعتبار أنهم أصبحوا كتلة وازنة، وكل من يدخل في معركة مع هؤلاء المهاجرين الآن الذين هم في النهاية قوة ديموغرافية ثانيا، ثم أنهم في قوة اقتصادية ثالثا، أنهم يبدأ عاملة مفيدة جدا لبلد هرم جدا. يعني لا يمكن هذا الخطاب أن يتسع، هذا الخطاب يعتمد للقراءات في الاتحاد الأوروبي في السياسات الخارجية ولكن في السياسة الداخلية الفرنسية خطاب اليمين المتطرف لا يمكن أن يكون له مستقبل حتى وإن غير في الأسماء وغير في الشكل. ولكن ما يحسب الآن هو عودة هذا التيار اليساري، رغم الآن التصدعات هذا التيار اليساري، ولكن هذا اليسار ربما سيخلق شخصيات الآن تعيد لفرنسا توازنها بديغولية نصفها اشتراكي ونصفها الثاني يميني متوسط. طيب أنا أتفق مع حضرتك تماما في كون أنه الفرنسيين كان لديهم نوع من التصويت العقابي ضد ماكرون في الجولة الأولى. ماذا حدث؟ يعني هذا أريد أن أرصده، ماذا حدث في الجولة الثانية؟ لماذا عادوا مرة أخرى ليحدث هذا التوازن الهشة، توازن المشلول، توازن المشلول. نعم هكذا أحاول أن يعني أتذكر ماذا قلت في بداية مداخلة. لا نعم هو هذا التعبير، هذه التعبير الأكثر جدية، هذه التعبير الأكثر جدية، وهي تعبير استعملته منذ اليوم الأول واعتمدتها كل الصحف الفرنسية ليكيليبر دي بلوكاج. يعني الفرنسيون الآن يعيشون الجمهورية الخامسة، أرادوا أن يعودوا إلى الجمهورية الرابعة بنظام برلماني حتى يؤسسوا لجمهورية سادسة، لأنه لا يمكن أن يعطي الفرنسيين الفرصة والمهلة للسيد ماكرون بأن يكون هو قائد السفينة في الجمهورية السادسة، لأن فرنسا محتاجة إلى التسونامي السياسي، محتاجة إلى أن تغير من التعديل السياسي والفكر السياسي القديم، ومحتاجة فرنسا فعلا إلى أن تكون لها رؤى سياسية جديدة باعتبار أنها عاشت أكثر من 7 سنوات في جلباب السياسة الأمريكية سواء في الخارج وحتى في الداخل. ماكرون أراد من أن يجعل من فرنسا نفس النظام الاجتماعي الأمريكي، يعني الرجل لم يترك جيب من جيوب الفرنسيين إلا وأخذ منه أموال عشان لتمويل الحروب، وهذا ما يمكن لا تقبله فرنسا، وهي اللاعب المهم بالاتحاد الأوروبي، وهي الدولة العضو في الناتو، وهي الدولة العضو أيضا في مجلس الأمن. يعني فرنسا خسرت كل علاقاتها خاصة في الضفة الجنوبية للمتوسط في المياه الدافئة، خسرت وضعها في إفريقيا، لا يمكن لفرنسا أن تعيش دون إفريقيا، لا يمكن لفرنسا أن تعيش دون هجرة، لا يمكن لفرنسا أن تعيش دون شرق أوسط ودون عالم عربي، لا يمكن صحيح. لفرنسا أن تعيش دون إفريقيا. إذن اليوم محتاجة فرنسا إلى رجل مثل ديغول كان يوازن وشراك، هذه الديغولية ربما ستعود الآن في جلباب جديد، يعني هذا المقصود من الكلام. ربما يتبلور بالفعل هذا الوجه. لا هو أستاذ يعني القارئ في العلوم السياسية والمحلل جدا سيعرف أن هذا 3 سنوات ستخلق طيف سياسي جديد بأفكار جديدة تتماشى مع الوضعية الكونية الآن، تتماشى خاصة مع أن العالم لا يمكن أن يكون بقطب واحد، أن العالم لابد أن يكون منفتح، ولابد من أن تتنازل فرنسا خاصة عن كبريائها في إفريقيا وعن كبريائها في التعامل في البلدان. لذلك فكرة التوازن الولايات المتحدة وغيرها. أنا بشكرك سيد نزار على وجودك معنا. شكرا. نزار شكرا. جليدي شكرا جزيلا لك من العاصمة الفرنسية باريس.